السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي اخلي الجهاز ده يظبط؟ بتظبط بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا اقدر اخد الانترنت للموبايل ولكل الاجهزة اللي معايا، حتى لو في كذا لابتوب تاني. يعني مجرد بس ان انا وصلت النت الجهاز بتاعي اخليه مصدر للواي فاي في المنطقة. كل اللي انا هعمله ان انا جنب الساعة اللي تحت ديت هاجي هنا الاقي الرمز بتاع الشبكة، ادوس هنا هتلاقي موبايل هوت سبوت. بمجرد ان انت تدوس عليه هيبدأ يقول لك الاسم بتاع اللابتوب ويقول لك فيه كام واحد داخل دلوقتي. انا هبدأ ادخل الجهاز بتاعي اهو من الموبايل، هقول له انا عايز اشتغل على الواي فاي اللي اسمه لابتوب معاسي، هيبدأ يظهر معايا واحد. طب انا محتاج الباسورد اهو، هقول له جو تو سيتنج، هيبدأ يظهر لي الرمز بتاع الترس اهو، النتورك باسورد معاذ 772015. اي حد عايز يدخل على الجهاز بتاعي لازم يكتب دوت، ولازم يكون حرف الام كابيتال والباقي كله سمول.